سليش بالكومن. أعزائي المشاهدين، أحييكم وأرحب بكم في حلقة اليوم حول الحرب على حجاب المرأة. إن السياسات الخاطئة يترتب عليها نتائج خاطئة. من ضمن تلك السياسات هي إصرار بعض السياسيين على إكراه الآخرين على اتباع ما يتصورونه على كونه هو الصحيح. فمثلا الحرب الشعواء على عادات وتقاليد ومعتقدات الغير، وها هم يعلنون الحرب على حجاب المرأة. ما هو الحجاب؟ هو ذلك الغطاء الذي تتزين به المرأة. فمنهن من يعتقدن إنه نوع من الوقار والجمال، ومنهن من يعتقدن إنه واجب ديني، وفي نهاية الأمر هو تقليد حضاري عند جميع الشعوب وجميع المعتقدات. فهو لا يختلف في الشكل كثيرا عند المرأة اليهودية عنه عند المرأة المسلمة عنه عند المرأة المسيحية. هل الحريات في أوروبا في طريقها إلى الانحسار؟ هل هناك شيطانة لعادات وتقاليد المسلمين؟ أعزائي المشاهدين، دعونا نرحب بضيوفنا الأعزاء ونرحب بزميلنا أحمد مراد. أهلا أحمد. أشكرك أستاذي الكريم، وتتمة لما تفضلت به، فقد توصلت الحكومة النمساوية لاتفاق على قانون الاندماج الجديد الذي يحظر بموجبه النقاب ويمنع ارتداء الموظفات للحجاب في مؤسسات الدولة التي تتطلب زيا معينا، مع فرض غرامة تقدر ب 150 يورو لمن ترتديه. وكادت هذه القضية أن تضيح بالحكومة والبرلمان ونتيجة إصرار حزب الشعب المحافظ على منع النقاب في النمسا وحظر الحجاب، وإلا فإنه سيدعو إلى حل الحكومة وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة. وتظاهر آلاف المسلمون النمساويون وسط العاصمة النمساوية فيينا رفضا لهذا القانون، ورفضا للتمييز بين المسلمين و باقي المواطنين النمساويين. وطافت هذه التظاهرة معظم شوارع النمسا وصولا إلى مبنى وزارة الخارجية، باعتبار أن سيباستيان كورتس من الحزب الأسود أوفوبي هو من ابتدأ هذه المعركة أو هذه القضية بداية. وبالنسبة للحجاب، تضمن القانون وجوب ظهور بعض الوظائف بشكل محايد كالشرطة والمحاماة ووكيل النيابة، وهو ما يشير إلى منع الحجاب، كما نص القرار على عدم السماح للسلفيين من توزيع نسخ للقرآن المترجم في الأماكن العامة، مع تشديد الرقابة على ذلك. وهذه الخطوة وصفها البعض بأنها صحيحة للغاية، وذلك لأن بعض النسخ التي توزع لم يتم ترجمتها بالشكل الصحيح. وأيضا من بعض قانون الاندماج الجديد أيضا إلزام طالبي اللجوء بأعمال النفع العام كتنظيف الحدائق والأرصفة والبيوت، ما يمكنهم من كسب مبلغ إضافي من المال إلى التحاق بدورات تعليم اللغة. الجدير بالذكر أن النمسا تلقت نحو 90 ألف طلب لجوء خلال عام 2015، فيما وصل أكثر من مليون شخص معظمهم من سوريا والعراق وأفغانستان إلى أوروبا في العام الماضي. ويسعدنا بأن نرحب في هذه الأمسية الجميلة مع ضيوفنا الأكارم. وبداية أرحب في مشاهدينا، وأبدأ مع الأستاذة نجوى أبو زهرة، رئيسة لجنة المرأة في الجالية الفلسطينية ورئيسة لجنة المرأة في اتحاد الجاليات العربية النمساوية في فيينا، والأستاذ ضياء الشمري، فنان عراقي وناشط في مجال حقوق الإنسان، والدكتورة تماضر عمر، رئيسة جمعية الأسرة السورية. أهلين. أهلا وسهلا أستاذ شمري. لو بدأت معك صراحة، يعني القانون يعني على ما يبدو أنه إلى حد ما استفزازي للكثير من ما هو موجود هنا في النمسا. أنتم بحكم موجود هنا في النمسا لأكثر من 40 عام، كيف رأيت الموضوع للوهلة الأولى، وما هو رأيك به صراحة؟ احنا طبعا عفوا سنخصص الموضوع بما يخص موضوع الحجاب والنقاب والأمور المتعلقة به. تفضل.
حقيقة هذه القوانين اللي موجودة هسه بالوقت الحاضر، واللي هي كانت منع الحجاب في بعض الدوائر الرسمية الموجودة في النمسا، أعتقد هو مو كل الدوائر النمسية ما عدا الحقوق هي الحكام والشرطة والجيش، هذه منعت الحجاب. أما الحجاب في بقية الدوائر الرسمية من التعليم والدوائر الأخرى ما كان هذا الشيء ممنوع، ولحد الآن هو شيء غير ممنوع. بس أنا أتكلم على المنع وعدم المنع، أنه بالوقت الحاضر أنا كثير من الأشياء اللي قاعد أشوفها موجودة في الشارع النمساوي ما بتعجبني كفنان تشكيلي. يعني أنا أشوف كثير من الناس يلبسون ملابس تزعجني من شكلهم، وبعضين بعض الأحيان أخاف منهم حقيقة. بس الحجاب بالوقت الحاضر أنا اللي قاعد أشوفه هو جزء من الشخصية وليست له علاقة بالدين والمذهب. هذه اللي كانت اللي موجودة هسه بالوقت الحاضر شنة الهجوم، أنا أتوقع هذا تطرف. وأنا في رأيي هذا المنع الموجود في الوقت الحاضر، أنا ضد الحجاب، حكيها بصراحة، أنا ضد الحجاب وضد البرقع بالضبط، أنا تماما ضدهم. بس من يصير منعهم، المنع معناته إجهاض جزء من حرية الشخص، وهذه لا أقبل بها إطلاقا. ولا فد واحد حقوقي يتكلم في حقوق الإنسان يقبل قمع إنسان لارتدائه إلى ملابس معينة تخص به. يعني أنت ضد فكرة الحجاب أصلا، ولكن أنت ضد هذا الطرح الذي تطرحه الحكومة بأن تمنع من يريد الحجاب أو غيره من نعم. هذا. نعم أنا بالنسبة لي المنع هو قمع، يعني مرتبط بالقمع، يعني أنا أقمعك أمنع شيء عنك. ولهذا السبب أنا ضد هذه التصرفات الجائرة على المحجبات. أنا ضد الحجاب بس ما أقبل بالمنع بالتمام، يعني هو كل واحد إنسان حر بما يرتدي. يعني كثير ناس ما قاعد يشوفون بالشارع موجودين ها ويزعجون كثير، بس ما أسأل عن المنع. نرجع للنقطة دي مرة أخرى، لكن أسأل الأستاذة نجوى، هل الحريات في أوروبا يعني حسب تصورك في طريقها للانحسار، وأصبحت يعني الفرص غير متاحة إنه المرأة المسلمة يعني تسير في الطرقات بحرية كما هو المطلوب؟ هل هناك تخوف من المرأة المسلمة التي ترتدي الحجاب أثناء سيرها في الشوارع العامة وفي الأماكن العامة؟ اولا اقدم لك التحيه واشكرك للاستضافه. اهلا وسهلا. وجوابي على سؤالك هو صراحه ككوني امراه عربيه مسلمه اعيش هون بالنمسا عن اكثر من 30 سنه، انه بما انه احنا بالنمسا بلد هي ديمقراطيه، فهون انا يعني بسال نفسي دائما وبالنقاش ما هي الديمقراطيه، شو مفهوم الديمقراطيه عند النمساويين؟ هل هي الديمقراطيه هي فقط انه باعطاء الراي، او هي الديمقراطيه اني اختار اللي اكله، او الديمقراطيه اني اايد الشذوذ عندهم، او الديمقراطيه اني اروح البس المايو على المسبح واكون يعني عاريه، هذه هي الديمقراطيه؟ ام هي الديمقراطيه ان هي اختيار، انه الانسان حريه الاختيار شو ما يلبس؟ يعني بالنسبة للمرأة المسلمة يعني ما في فرق بينها بين المرأة اليهودية أو المرأة النمساوية المسلمة. أنا لما قبل 30 سنة جيت على النمسا هون وكنت ساكنة بأمشتيتن بالتحديد، ما كنت كان بالنسبة لي لم يعني ما لاحظتش الفرق الشاسع بين فلسطين وبين النمسا بالنسبة للباس المرأة. كانت المرأة النمساوية ترتدي اللي هو الحجاب النمساوي أو الغطاء الرأس. فما يعني وإذا أنا بدي كما هو على الشاشة وما زالوا لنقول اللي هي الجدات ما يرتدون الغطاء الرأس. وبدي احكي كلمة، يعني لو نسأل السياسيين النمساويين او السياسيين اللي اقروا القرار، لو سألته راح يقول لك انه جد، اذا مش امه راح يقول لك جدتي او طنطي ان كانت ترتدي الحجاب. فهون هو الخوف مش من الحجاب، هو الخوف مش من غطاء الرأس، لأنه كمان بالنسبة للنمساوي هو متعود، يعني بالنسبة له غطاء الرأس مش إشي غريب أو مرة أول مرة بشوفه، لأنه بالسبعينات لما أجت الجالية التركية على النمسا كأيدي عاملة وأجوا مع نسائهم وأمهاتهم وبناتهم كانوا يرتدون الحجاب. فيعني أنه النمساوي معتاد أنه يشوف المرأة العربية أو المرأة الشرقية المسلمة ترتدي الحجاب. لكن هلا بالنسبة صارت هي الشغلة سياسيا، وطبعا في كمان نعلم انه عندك فرنسا هي اللي بدأت تقريبا بهذا القرار، والنمسا بامكاني احكي هي بلد محافظ، النمسا شعب محافظ،
بس انت مش شايفة انه ده تحريض على الكراهية؟ طبعا هذا 100% عنصري. ما انا هذا اللي حكيته ان بما انك يا نمس يعني نمس نظام النمسا الدوله الديمقراطيه فتيجي هنا تطلبي من المراه العربيه المسلمه انها ما تلبس الحجاب. انا شخصيا ضد من ضد كلمه المنع او الاجباري، ضد انه يرتدى الحجاب اجباري وضد انه يمنع لبس الحجاب. لازم الانسان المراه عندها حريه الاختيار، عندها حريه تختار شو تلبس. اذا انت يعني بغض النظر عن فكره الحجاب من وجوبه من عدم وجوبه ضمن الدين الاسلامي، ولكن انت ضد فكره المنع من اصلها. نعم. ليست هذا. اذا انت تعارضين فكره الحكومه هذه التي تخرج بها انه احنا بدهم يمنعوا هذا. طيب دكتوره تماضر، لو رجعت لعندك، انت جديده هنا في النمسا قرابه 2 أو 3 سنوات تقريبا، انت جايه من سوريا من مدينه حلب، من منطقه تعتبر محافظه الى وضع ترتيبه، انت محجبه اعتقد من سوريا محجبه حضرتك. تماما. اجيتي على هالبلد وبلشتي ضمن أنشطة كتير، وخاصة أنك أنت هلا عم تأسسي شيء بجمعية الأسرة السورية. إذن فعلا أنت هلا عم تبني بناء جديد. كيف تري هذه المشاكل التي أنت جديدة في النمسا وما تلاقيها لقدامك؟ مشاكل تماما. كيف عم تلاقي أنه عم يقولوا لك هلا ممنوع تتوظفي ضمن بعض النقاط المعينة وأنت موجودة على الحجاب؟ هلا بصراحة الموضوع كتير شائك، بس من أول ما وصلت أنا على النمسا كوني إنه محجبة كان في أغلب النظرات لإلي كانت إيجابية، ما حأكذب عليك، كان في نظرات إيجابية، كانوا يقولوا لي إنه أنت ممكن تساعديني كونه أنا بيحكي مثلا إنجليزي، كان إنجليزيتي بيرفكت، فممكن إنه أنا ساعدهم بالدياكوني، ممكن كانت معاملتهم ممتازة جدا. أما كان بعض الأكاديميين كانوا يوجهوا لي مثلا إنه أنت شو اختصاصك، أنت مثلا اختصاصك طبيبة نفسية، لازم أنت مثلا إنه اول شغله لازم انت تشيلي الحجاب لحتى تتوظفي، نحن ما بنتوقع انت بكره انه انت بالمستقبل انه انت تتوظفي هون. دائما كنت انا افكر بهي المواضيع انه هل معقول بلد وصلت لبلد اوروبا بلد الحريات مثلا، هل معقول انه هن يتوصلوا لهالقرار او مزبوط هذا الشيء؟ بالفعل هلا انا من خلال عملي كسنتين لمست كثير شغلات في بعض المؤسسات ما بتفضل انه تكون المراه حاطه حجاب. يعني انا بعرف ستات بيوصلوا للعمل لصيدله تركيه مثلا، واحده تركيه بتوصل لصيدلانيتها بتشيل الحجاب عن راسها، الشيف تبعها بتقول لها بتشيل الحجاب عن راسك، متى ما طلعتي من الباب خلاص انه انت بتحطي على راسك، هي حريتك انت الشخصيه. يعني صاحب العمل بده يتحكم هون، بده يتحكم حتى بشكل الموظف تماماً. الموجود عنده تماما صح. عفوا، هناك من يروج انه المرأة المسلمة مكرهة انها تلبس الحجاب، يعني والديها بيلزموها انها تلبس الحجاب وفي اكراه. انت الان ليس عليك رقيب، لا والد ولا والدة، انا بتبع قناعاتي الشخصية، أنا امرأة مسلمة وعندي قناعات شخصية بتبع قناعاتي الشخصية. ما في أمور هلأ أنا بأوروبا ما حدا بيجبرني ولا حدا بيشوفني أني أنا شايلة عن راسي وأني أنا أتوظف، لكن أنا قناعتي الشخصية. لكن هناك بالفعل إكراه أنه المرأة تلبس الحجاب؟ بأي مجتمع بأي مجال فيه قبول وفي رفض، ضمن العائله حتى على صعيد صغير على اكل معين في ناس بيجبروا طفلهم على شيء معين مو بس على الحجاب. يعني الحجاب ما لازم نقول نحن انه في عائلات بتجبر في عائلات ما بتجبر، كل المواضيع في عائلات كليش ما بنقول نحن السهر برا، السهر في عائلات ما بتقبل انه لا شباب ولا بنات انه هي تسهر برا، في عائلات بتقول لك لا معلش مسموح ومرفوض، هذا قرار سلوك شخصي فردي راجع للشخص. يعني ما شرط انه نقول نحن في ناس بتجبر في ناس ما بتجبر. نعم. استاذ شمري، لو عدت اليك، يعني هي جديده في البلد وتفاجات بهالتصرفات اللي عم تصير هون في اوروبا، والاخت ابو زهره كمان عم تقول انه الموضوع يعني صراحه غير اخلاقي انه نفرض على الناس شو بدنا وشو ما بدنا. انت هون باعتبارك كمراقب حقوقي حقوق انسان مثل ما تفضلت هون، يعني عفوا، الا ترى اليوم ان اوروبا تناقض انظمتها وقوانينها التي دائما كانت تتغنى بها التي بنيت عليها؟ حقيقة هذا قاعد نشوفه، بس هنا المجتمع الأوروبي أو المجتمع النمساوي مجتمع مؤسسات، الدولة لها قانونها وقالت القانون يسمح بالأمرأة أنه تعمل في التعليم وفي كل مؤسسات الأخرى ممكن أن تعمل معلمة، فقط لهذه الثلاثة وظائف اللي قلت ما ممكن ما من حقها أنه تعمل لأسباب
انه هم فسروها بغير ما سؤالي تفسر. سؤالي ليس هنا. اسمح لي بس هسه انا اكمل هذا. ما دام هي مجتمع مؤسسات، يعني الدكتوره ذكرت قالت اكو صيدليه تمنع انه تتحجب الموظفه الموجوده عنها، هذه مؤسسه لا مسؤوله عنها الحكومه. بعدين اذا كانت هذه الصيغه هي قاعده تعملها معامله غير قانونيه، هذه المعامله غير قانونيه لها ملاحقات مطاردات غير قانونيه. نعم. بحكم انه ضمن دستور النمسا. لكن هذا التمييز الا يعد هو في صميم الامر تحريض على كراهيه الغير؟ احنا بالاونه هو بدايه يعني طبعا هي بالبدايه هو تبدا العمليه، تبدا الانظمه الشموليه او الانظمه اللي هي الشموليه اللي قاعد تبدا بالبدايه بالمنع الجزئي وبعدين تتطور هذه المنعات. لهذا السبب احنا نقول هذا المنع احنا ضده كحقوقيين، بس لا معناته يعني النتيجه ان هذا المنع سيجر منعا اخر. نعم راح يجر منعا اخر، راح يجر تصرف اخر، راح يصير موقف اخر، راح يصير كثير من المنوعات، وبعدين نوجب نفسنا بأنظمة شمولية، وهذه الشمولية مرفوضة في كل أوروبا وفي كل دول أساطير أوروبا راح تكون. أستاذ نجوى، هنا كثيرين من نادى أن الحجاب هو عبارة عن رمز للإسلام وليس هو جزء من الإسلام أو الدين الإسلامي كما ادعوا، كيف تري أنت الموضوع؟ الحجاب هو أمر ديني، فهو بالدين الإسلامي هو دين يسر مش عسر، والدين نفسه ما في إشي إجباري. حتى المرأة يعني أو الفتاة عندما ترتدي الحجاب فرق بين الإجبار والتكليف. فنحن هون يعني في هون ملاحظة يجب أن نفرق بينها. يعني أوكي في شيء ليش في لا يوجد شيء إجباري، ولكن يوجد شيء إذا بدك تأخذ، يعني إذا بدك تحمل هاي الكاسة بدك تحط بقلبوني، لا يدفعني أنا أحط مثلا بهالكاسة أحط بقلبها مثلا بطاطا وأقعد مثلا، تمام. فالوضع أنا فرق بين التكليف وفرق بين الإجبار. تفضلي. مو شوف إحنا بنحكي عن لبس الحجاب، وطبعا صح كده هو مذكور بالإسلام. نعم. غطاء الرأس مذكور بالإسلام، لكن الأهالي اللي عندهم ثقافة دينية وعندهم اتباع الأسلوب الديني المزبوط بيعرفوا أنه بالضبط أن أنا لما بجبر بنتي على تلبس الحجاب وهي مش مقتنعة متأكد 100% وهن بجوز داخليا رح يفكروا أنه زي مجرد بنتهم خرجت من البيت رح تشلح الحجاب. لكن أنا كأم أنا بوصل بنتي أو أوصل أنا كشخص كامرأة أكون مقتنعة 100%. ولبس الحجاب مش لأي شخص، لا لزوجي ولا لأهلي ولا لأولادي ولا الجيران. لبس علاقتي أنا علاقة الإنسان مع ربه، فأنا لما تصرفاتي علاقاتي يعني أو لبس الحجاب بيكون إلي يعني أنت تريه كرمز ولا هو جزء من الإسلام المكلف به المرأة؟ هو مكلف طبعا. إذن بس إذا أنت لا تريه كرمز، إذا هو جزء يتعلق مش رمز في الإسلام. نعم. لكن أستاذ ضياء كيف لك أن تربط يعني بين حجاب المرأة والإرهاب؟ أنا يعني هذا شيء غير مقبول إطلاقا. يعني يمكن أنك أنت تضع مبرر أنه أوروبا بتحارب حجاب المرأة المسلمة لأنه في إرهابيين وفي متطرفين، لهذا السبب هم قرروا أنه المرأة المسلمة توضع محل شبهة فهي كذلك إرهابية ومتطرفة. لا مش هذا، أنا ما قلت هي إرهابية، ما دخلت هذا الموضوع أبدا. كان الكلام على الهنود والسيخ وبعض وبعض والأفارقة يرتدون الزي الرسمي مالتهم، الزي مع علاقة الإرهاب بحجاب المرأة، بحجاب الأمرأة. أنا بقول لك هم فسر اليمين المتطرف استغل كوسيلة، وهذه انتم قاعد تلاحظوها. اليمين المتطرف هو قاعد يشعل النار هنا ويزيد من هذه الحركات، والجماهير بالوقت الحاضر الشعب قاعد يتبنى هذه الفكرة. هل اليمين المتطرف هو الذي يحكم أوروبا الآن؟ اليمين المتطرف جزء من بالطريق مستمر. يعني احنا ما يصير نسد عيوننا. متخذ القرار السياسي، قرار المنع في فرنسا، نعم، وقرار المنع في النمسا وفي ألمانيا، نعم، لإعطاء الفرصة للمرأة المحجبة أنها تعمل في بعض الوظائف، نعم. يعني هل هؤلاء من اليمين المتطرف؟ هم استجابة لهم. يعني الموجودة بالوقت الحاضر الحكومة، البرلمان من قرر هذا الشيء ووافقت به الحكومة، كانت استجابة لما يطلبه اليمين المتطرف. قاعد يمشون بهذا الطريق. إذن الآن أوروبا في طريقها إلى قمع الحريات
وفي تمييز متباين الآن. جزء من عندها نعم جزء من عندها وهذا قمع الحريات. أنا قلت بدايتها هذه بداية ولا نعلم ماذا يطلبون الآخرين. طيب. بدي اعلق على كلام الاستاذ ضي لو سمحت. الشعب النمساوي احنا نحكي طبعا الشعب الاوروبي وبما ان احنا بالنمسا نحكي عن النمساوي للاسف هو جمع بين الارهاب وبين الاسلام. هلا في فرق شاسع شو الارهاب وشو الاسلام. الاسلام ومن كلمه الاسلام من معنى السلام، احترام الغير، احترام المحبه الى اخره. حتى وجه اعتقادات كثيره لانجيلا ميركل رئيس الوزراء في ألمانيا على أنها دائما تقرن كلمة الإرهاب في الإسلام، الإرهاب الإسلامي، فتوجهت لها انتقادات كثيرة بصراحة. معلش يا أستاذ شمري، بس خليني أكمل يعني لأنه أنا أكمل لأنه عن النقطة هذه، لأنه لما أنا الأوروبي أنا مش فاهم شو معنات الإرهاب وشو معنات الإسلام وأخلطهم مع بعض، فهون هي سبب المشكلة. إذن هنا في لعبة دولية يعني، هنا لعبة دولية هنا سبب المشكلة. فإحنا هنا واجب المسلمين العرب المسلمين إنه كمان عليهم واجب كبير إنه يوضحوا للشعب الأوروبي شو الفرق بين الإسلام وبين الإرهاب، لأنه هلأ إحنا عم بيأثر كثير على جيلنا على أولادنا بالمدارس اللي يوصلوا لدرجة الولد صار يخاف يقول أنا مسلم لأنه صار يربط الإرهابي المسلم مع الإرهابي. فهذا برجع يعني هذه مشكلة كبيرة. ملاحظة جدا دقيقة، وهي صراحة الموضوع يحتاج لحلقة لوحده أعتقد. لكن ما هو السر حسب تصورك في ربط الإرهاب بالإسلام؟ هذا مش أول. هل هذا العفو هذا جزء من عنده؟ قلت لك الحجاب هسه في بعض الدوائر ومؤسسات الدولة إذا كان اسمه محمد أو حسين مستحيل يصعد إلى درجة من العلم. هذه فقط سبب الاسم. لو عدت إليك أنت حضرتك تفضلت أنك ضد فكرة الحجاب أصلا، فهل بنيت أنت هذا القرار بناء على قناعة شخصية أم بناء على بعض الحقائق والوقائع التي ترتبط في الدين الإسلامي بشكل أو بآخر؟ لا أنت من تسألني أنا قلت أنا ضد، بس أنا ضد المنع أيضا بنفس المقابل. أنا مسألة شخصية. مسألة شخصية وليست إلا لا عندي بها تنظير ولا عندي بها فقه. يعني هل هناك فعلا شيطنة لعادات وتقاليد المرأة المسلمة في أوروبا؟ وهل هذا يعني يتماشى مع مجتمعات بتدعي الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان؟ مع العلم أن السيدة مريم العذراء صورها جميعا محجبة، والكثير من المسيحيين القدماء وكبار السن محجبين. بغض النظر عن تشكيلة الغطاء، يعني طالت أم قصرت أم اختلفت أو أم اختلف اللون، وأيضا عند بعض اليهود أيضا ما زالوا حتى هذا اليوم. كنت وجهه للنساويين. نعم. هل الشيطانة متعمدة؟ هي الشيطانة هي بدي أحكي له هو أنا حكيت من أول يعني حديثي زي ما قلت هن بالنسبة لهم أنا أعتقد رأيي الخاص هي المشكلة مش غطاء الرأس، لكن هي في عندهم مشكلة عويصة كبيرة. وإذا أنا بدي يعني لتزولغ جواب تحت غطاء سؤالك، بالنسبة لعند الأوروبيين النمساويين عندهم مشكلة مع الكنيسة اللي هي هلا إذا إحنا لاحظنا أنه نسبة تزايد الأوروبيين اللي عم يدخلوا بالإسلام بتزايد كبير، ويتم ذلك هلا زواج الشباب المسلمين بالنمساويات. فكثير أنا شخصيا عندي صديقات بجوز أكثر من 20 نمساوية إذا مش أكثر اللي متزوجين مع شباب مسلمين واعتنقوا بكل محبة وبكل إرادة بدون إجباري بالإسلام، ومرتديين الحجاب وموظفات هنا بالدولة من كان بن حضانة أو بكان إعطاء دروس دينية إلى آخره. أو العكس إنه المرأة النمساوية متزوجة مع شاب بالمرأة المسلمة متزوجة مع شاب نمساوي، فطبعا لا يحق لها أن تتزوجه إلا إذا دخل الإسلام. فهون بعتقد الكنيسة هنا عم تعمل ضغط على السياسيين، فهن السياسيين عم بيتحركوا يعني عفوا هذا احنا شعر أي شخصي وبتهيأ لي في شوي من الصح عم تعمل ضغط على السياسيين لأنهم عم بيعيشوا تراجع المسيحيين من الكنيسة وانسحابهم من الكنيسة. فهذا النقطة
أساسية ونقطة لا يستهان بها. جميل جدا أستاذ شمري، يعني عفوا أستاذ، يعني لو عدت إليك صراحة، يعني هل ترى أن هناك نوع من التزامن بين ما يحدث في عالمنا العربي من ثورات وخاصة في منطقة الشرق الأوسط تحديدا، هل ترى أن ما يحدث هناك من ثورات يتزامن مع ما يحدث هنا من زيادة الضغط على المسلمين إجمالا؟ يعني جميع من أتى إلى هنا إلى النمسا، خاصة من الجدد السوريين العراقيين، يعني من واكبتهم الثورات هناك، ألا ترى أنهم يمارسون عليهم هنا ضغطا جديدا آخر؟ إذا نتكلم موضوع اللاجئين، هذا بحث، هذا شأن وشأن كبير جدا. يعني إذا نخلي علاقة الحجاب من أصل المدينة اللي جنة، من أصل المنطقة، من أصل المنطقة الضغط، نعم الضغط من أصل المنطقة، راح شوي نشعب. إحنا نتكلم هنا بالمجتمع، كيف ينظر المجتمع النمساوي للمحجبات، كيف ينظر دوائر الدولة للمحجبات، يعني هذا المفروض هذه نحللها. كيف ينظر النمساوي أو المؤسسات النمساوية للإسم، مش الحجاب. إحنا تجاوزنا حماية الحجاب، لأن الحجاب هسه كان يمشي على الإسم. يعني لو كان اسمك يختلف عن هذه الأسماء المتعارف عنها في أوروبا، ما راح توصل إلى درجة علمية يعني تستحقها بجهودك. وبعدين أنا حقيقة أتعجب أنه هذا طرح الكنيسة وما أعرف إيش. أنا قاعد أشوف أكثر المعارضين على هذا القرار هي الكنيسة. نعم. ضد الحجاب. نعم. أكثر المعارضين الكنيسة صرحت، وبرسميا صرحت أنه هذا القرار لا يمكن أن يتم، وصارت ضده هذا. صحيح. يعني هسه نجي هسه احنا نتهمهم ضد هذا القرار، بعدين هسه نتهمهم ونقول المسيح لأن قلت وصاروا مسلمين أكثر. أصلا هذه النقطة أساسية، لا لا أنا ما أقبل، لا يعلن عنها، لا 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 هذا ما أقبل. إذا هناك صراحة، لا إذا كنت مع المجتمع النمساوي وتجلست مع المجتمع النمساوي، أعرف أن زوجتك نمساوية، لكن إذا جلست مع المجتمع النمساوي ومع الكبار بالسن وناقشت الموضوع، فيبدأوا بالسلس ولا ينتهوا على هذا. جميل جدا. إذا دكتورة تماضر، يعني كيف تقيم هذا السلوك من السياسيين في النمسا؟ قالوا ما إذا كانت المنتقبة أو المرأة بالبرقع آتية من الخليج العربي كسائحة فأهلا وسهلا بها وسوف لا يتم اعتراضها، ولكن إذا كانت منتقبة وتعيش في النمسا يتم تغريمها وعقابها. ألا ترى هذا تمييز وضد حقوق الإنسان وضد الحريات الشخصية؟ 100%. يعني أنا بقول لك هذا هو ضد حقوق الإنسان، بس إحنا قاعد نفرض. طب لماذا لا تتحدثون بصوت عالي؟ لا هذا إحنا. لماذا أنتم في خجل أن تقولون هذا ضد؟ أنا آخر لقاء كنت مع وزارة الخارجية واجتمعنا معهم والحزب وتكلمنا بهذا الموضوع. وأكو موجودة مجموعة إحنا قاعد نتكلم معهم، نتكلم بخصوص هذا الموضوع. إذا كانت المنتقبة آتية للسياحة أهلا وسهلا بها. إنها عم بتحط لا. فلوس في البنك. لا لا مش هي نترك هذا الموضوع. أنا قاعد أرجع على الموضوع. الدكتورة قالت أنا عندي إثبات رسمي، يعني خطي عندها إثبات رسمي أنه شركة من الشركات تقول هذا الشيء، تقول أنه إذا أجدت وحدة محجبة يمنع أن تعين بدوائر الدولة أو يمنع النظر بقضيتها. أريد هذا الكتاب حتى نقاضيها، يعني هذه مشكلة نفسية. لو جاءتك بنت معينة عند محجبة وقالت لك أنا معروض علي الآن وظيفة، ولكن يشترط علي أن أخفف من حجابي، لم أقول لك ألغي، بس كيف يعني كيف حتجاوبيها؟ شوف، تخفيف يعني بمعنى بتقصد بمعنى أنه أنا أبقي يعني على غطاء الرأس، يعني فعليا حتلغي غطاء الرأس بهذا المعنى. شو حتجاوبيها؟ كيف حتقنعيها؟ قلت لك أنا بدي أشتغل، قلت لك أنا ما عندي خيار آخر، أريد أن أعمل. شو بتقلك؟ شو هتجاوبيها؟ أنا بقلها شوفي قناعتك الشخصية، شوفي التزاماتك وبتتصرفي، أنا ما بفرض علي شيء. ما موضوع فرض. أنت شو الحالة النفسية التي يعني أنت حتجاوبيها عليها؟ تنصحيها أنه عشان تلاقي مني. بتقلك أنا كمان ما بدي خالف ديني. بتقلك أنا ما بدي خالف ديني بنفس الوقت. تمام. بتقلك أنا بدي خالف ديني. حطي السلبيات وحطي الإيجابيات بكفة، وأي كفة بترجع عندك، أي إيجابيات والموضوع إيجابياته أكثر عندك بترجع،
اتبعي. يعني مثلا انا عندي امراه من بحجاب وراح ما راح تاكل يعني ما عندها لقمه خبز ببيتها تاكل، اكيد لا بلا روحي اشتغلي مثلا وحافظي مثلا على اكبر قدر ممكن انه انت تكوني مستره. اما اذا بدها تكون والله هي عندها راتب هون، ما بعتقد ولا في اي امراه ولا في اي شخص عايش من دون راتب هون. يعني هي انت عندك راتب مساعده تقصدي، في مساعده يعني عندك مساعده، فانت مالك مضطره انه انت تشتغلي. يعني انا عندي مساعده، ماني مضطره انه انا اشتغل مقابل اني انا اشيل الحجاب. برضه غلط. دكتور استاذه نجوى، لو عرضت عليك وظيفه بمبلغ محترم هنا في هذا البلد وطلبوا منك ان تتحجبي، فما هو رايك؟ اني اتحجب عشان الفلوس يعني؟ لا تحجبي، انه وظيفه محترمه ضمن وضع محترم. أيه؟ يعني بتغير وجهة ستغير وجهة نظرك بناء على هذا الموضوع؟ والله شوف، هي الشغلة زي ما قلت لك لازم تكون قناعة شخصية. إذا أنا مرتدي الحجاب عن قناعة شخصية وعن التزام ديني، نفس الوقت قلت لك أنه حسيتي في منفعة مادية، يعني هذا برجع لشخصك، برجع إليك لنفسك أنت أنا شو قناعتي بالموضوع هذا. وبعدين برجع إذا أنا هلا عايش في أوروبا، أنا مش في وطني، في وطني إذا أنا احتجت ما كنت بحاجة مادية، عندي جاري، عندي أهلي، عندي أخوي اللي يساعدني ماديا. لكن أنا هنا في أوروبا، أنا هنا في أوروبا وإنت عم تقولي انعرض المبلغ مغري ومحجبة، إذا بدي أقبله لا، يا ترى هل أنا هذا بحاجة لهالمبلغ ولا يعني بما أني أنا إنسان هون عايش بالغربة ببلد أوروبي لحالي فما في أمد إيدي لجاري لأخوي لابن عمي وهذا عندي هذا هذا الخيار. إذا ممكن لك تنصاعي برجع لقناعة الشخصية أنا. هناك يوجد قرابة 4 مليون أوروبي في العالم العربي، ما إذا الأنظمة هناك قررت أنه المرأة الأوروبية اللي عايشة في العالم العربي سواء في الإمارات ولا في الجزائر أنها لا تسير في الطرقات إلا وهي مرتدية الحجاب، كيف يكون رد الفعل؟ من يطلع هيك قرار ممكن في اوروبا؟ من يطلع هيك العالم العربي ضم فرض بعض البلدان على كل غربية حتى ولو غربية السعودية بتفرض حتى ولو غربية انه فرضوا عليها الحجاب في جدة لا السؤال عندك في الرياض لا هلا عندك ايران السؤال هنا ايران فلبس الحجاب اجباري لكل امرأة مجرد تطلع بالطيارة بفيينا قبل ما فوت الطيارة لازم ارتدي الحجاب هل هذا مقبول لدى الطرف الآخر؟ هون خلينا نحكي هذا إجباري طيب النمسا عم تجبر إنه يشلحوا الحجاب فشوف هو مش عم يعني هي عم كيف ما بتجبر مواطنيها لا انت قلتي كتير قبل حضرتك قبل شوي إنه في كتير نمساويات أسلموا ما جبرتهم إنه هنن يتراجعوا لا ما جبرتهم مش بس هون عند هلا إحنا بالقانون حاليا هي بطريق هبك انت حضرتك تفضلت انه احنا لسه في بدايه الطريق انه هلا بلشوا بالنقاب وبعدين الحجاب في وظائف معينه محاميه قضاء شرطيه بعدين بيجي شوي شوي صح فهون الدين الاسلامي ممنوع لانه دين الاسلام دين ارهاب هنا برايي بس فقط هو لمحاربه الدين الاسلامي كلها يعني لعب اعلامي ونفسي يعني ممكن نفسية. توصل لهي النقطه هلا عفوا اسمح لي نقطه انا بدي برضه هي لما جابوا لما جابوا الجاليه التركيه بالسبعينات لانه كانوا بحاجه لايدي عامله وحكينا بالستينات وبالسبعينات والى كانوا حكينا المرأة كانت محجبة ما كانتش مشاكل ولا كان يطرح هذا الموضوع ولا كان يناقش الموضوع هلا لما فتحوا باب دخول اللاجئين العرب السوريين والعراقيين برضو كبداية ما كان في مشكلة بالنسبة للحجاب كان في مشكلة للحجاب ما كان في مشكلة إيش معنى هذا آخر سنتين طب أنتوا اللي فتحتوا الباب لللاجئين وأنتوا اللي دخلتون وأنتوا عارفين هدول الجايين عرب مسلمين معظمهم مرتديين الحجاب يعني أنا فتحت بيتي واستقبلتهم وهلأ عم بحاول أعمل مشاكل يعني أنه عم بيعادوني أو أنه عم بيأثروا علي سلبيا هاي في أسئلة كتير إحنا عم نسألها وعم نطرحها يعني هذا الجواب لازم يكون عند النمساويين هن اللي جاوبونا مش إحنا نجاوبهم لحد الآن ما صاير هذا يعني ما صار إحنا ما نقول ما صار هذا القرار أنه ممنوع الحجاب ما صار هذا الشيء بس هلأ يعني هو سيبدأ التنفيذ في بداية الشهر السابع يعني هذا كما نص عليه التنفيذ بس ذن لثلاثة مهن غير ذن ثلاثة ما هو خطأ قانون الاندماج الجديد بشكل كامل بنوده الستة يعني صراحة أعتقد النقاش طويل والحديث أكثر عن هذا الموضوع لو جئنا
يعني للشأن الدولي بشكل أو بآخر. يعني أستاذ شمري، يعني عفوا لو عدت إليك للسؤال الذي فعليا لم تجبني عليه، ألا ترى أن ما يحصل هنا من ضغوط على الأجانب الموجودين هنا وتحديدا المسلمين في أوروبا هو تتمة لما يعانيه أهلنا في العالم العربي؟ يعني قصدك يعني قاعد يسوون هذه الضغوط، نعم، زيادة الضغوط، زيادة الضغوط يعني نعم. شو المقصود فيها أنا الدفتين؟ هل يعني هذا متعلق بأنه جايين منك من بلد فيها قمع وفيها قتل يجي يطلبون، أم أن أزمة اللاجئين التي يتحججون بها يوميا ويقولون اللاجئين وكثافته وتوافدهم على أوروبا، هل ترى أن هذا الموضوع نوع من الضغط، وخاصة أن في قانون الاندماج الجديد فيه بنود يعني صراحة من العمل الإجباري ل جميع من هو من حصل على حق اللجوء ومن لم يحصل أيضا على حق اللجوء، ويعني هذه القوانين احنا نعرفها وأنا قاريها القوانين وعندي علاقة بهم وقاعد نبحث هذا الأمر. هذا الأمر لحد الآن هذا مال آين أورند شتوندا، يعني صحيح. يعني هل ترى الهجرات الاضطرارية للعرب إلى أوروبا، ألم تكن أوروبا لها يد في هذا؟ أنا شوف، ما حدث من اضطرابات في الوطن العربي كاملة إذا كان في العراق وإذا كان في سوريا وإذا كان في اليمن، ألم تكن أمريكا وأوروبا أنا لا لها يد وضالعة في هذا الاضطراب؟ كل الدول المستفادة من هذه الأزمة في الوطن العربي هي لها ضلع في هذه العملية، لها ضلع بعدم الاستقرار. لحد الآن احنا قاعد نعرف الروس يقصفون دمشق، الأمريكان يقصفون العراق، يعني لحد الآن مستمرة العملية بحجة محاربة الإرهاب. هل هذا الإرهاب اللي ما أعرف كم بارجة موجودة؟ شو إجوا النظام صدام حسين ب 38 دولة 33 يعني ب 28 يوم قضوا على نظام صدام حسين، صار لنا 3 سنوات 4 سنوات يريدوا يقاتلون الإرهاب وهو داعش. ولا حد ليس موضوعنا الناتو تقصف يوميا على العراق وسوريا بآلاف الأطنان من القنابل والصواريخ. نعم، يعني ألا يعني تعتبرون أنه هذا إلهاء للشعوب الأوروبية؟ هناك مشاكل داخلية وهناك حجة اسمها الإرهاب كي يوحدوا الصفوف داخل المجتمع الغربي ضد اليمين المتصاعد، إذا قلنا يعني اليمين المتطرف، وفي نفس الوقت هناك فساد، وكذلك هناك تجارة أخرى رابحة. نعم. كما تعلمون الولايات المتحدة الأمريكية تتنافس مع روسيا وكذلك أوروبا في صناعة الشر الذي أقصده هو الأسلحة المدمرة. إنه هذه الأسلحة التي يتنافس في صناعتها الغرب والشرق هو سوف لا يأتي بخير على البشرية إطلاقا. ألا تعتبرون إن هذا المسمى محاربة الإرهاب هو نوع من أنواع إلهاء الشعوب عن المشاكل الحقيقية داخل المجتمع الغربي؟ أكيد هو إلهاء الشعوب. اسمع لي، هذا الخلق والفعل بالبداية في الوطن العربي وبدوا في بعض الأقطار العربية وقمعوا هذه الأقطار العربية هم لفائدتهم الشخصية، لفائدة الاقتصاد الأوروبي. هذه لازم يكون حقيقة عندنا. بس احنا هذا نقول اكو برنامج أوروبي رأسمالي ضد هذا المجتمع الموجود، بس احنا ما عندنا برنامج موجود بالوطن العربي ضد هذا البرنامج. نحن مشان ما نحول الموضوع هذا، يعني لو رح نختم بهالمحور الرئيس، بأحد الدراسات لمركز التحكم بأمراض في الولايات المتحدة لعام 2014 تحدثت عنه مجلة التايم الأمريكية، كشفت أن حوالي واحدة من كل 5 نساء أمريكيين تتعرض للاغتصاب، بينما حوالي 40% منهم تتعرض منهن للعنف الجنسي. أستاذة تماضر، يعني أو دكتورة تماضر، لو يعني وجهت إليك هنا، واحدة من أصل كل 5 تتعرض للاغتصاب و40% يتعرضون للعنف الجنسي، هل تري أن يعني عفوا عندما تتستر المرأة هل هذا سيكون حصن لها وحصن لمن حولها بشكل أو بآخر؟ على الرغم من الإباحية وكل شيء متاح،
يعني لكن ما زال هناك هذا الاختصار. هذا حسب دراساتهم وتقاريرهم وأرقامهم. لو كانت هاي المرأة، لو في دراسة معاكسة كمان، ليش ما عنا نحن هذا من هذا القبيل نفس النسبة بالبلدان العربية؟ ما عنا نحن هاي النسبة بالبلدان العربية. إذا أين السر؟ يعني أنا سألتك، إذا أين ترين السر؟ لا نحن عملنا دراسات وفي عندي إحصائيات موجودة. نحن عنا بسوريا، أنا عملنا دراسة سوريا والأردن وما عدا لبنان، لبنان فيها إباحية، كان فيها بلد تعري، كانت سوريا ولبنان والأردن، سوريا والأردن وشملت بعض المناطق بالسعودية، مو أغلبها، بعض مناطق بالسعودية كانت ما كانت عندنا هاي النسبة. كانت نسبة الاغتصاب والتحرش قديش نسبتها كانت بالمية؟ كانت نسبتها 10%. أي سنة؟ طيب هذا كيف ترى الموضوع؟ أي سنة؟ كيف ترى الموضوع؟ هاي نسبة كبيرة. سنة كانت بال2013 نجمة كيف ترى؟ يعني هذه نسبة كبيرة تعتبر عادي نحن عندنا اياها، بس نحن ما يعني ما موجوده 40% موجوده في بلاد اوروبيه. نعم. 40% نحن 10% نعم. كانت موجوده عندنا بالنسبه للنسبه طبعا ترين. اكيد في اوروبا النسبه زياده عن الدول العربيه. نعم. لكن مش انه بمعناته انه الدول العربيه عايشين 100% بسلام. بس النسبه باوروبا تحرش جنسي بقول لك 40% موجود في اوروبا واحد من اصل يعني 20% يعتبر هنا اعتداء جنسي. طبعا النسبه في اوروبا بتزايد وللاسف كمان بال النظام اللي بجو العائله، يعني بتكون الاعتداءات بجو العائله اكثر من الجو الخارجي. يعني عفوا هو باقي 3 دقائق، ولكن يعني هو السؤال نهائي من الممكن يعني الاخ احمد يضيف. هل حمله السؤال يعني هل حمله تشويه الاسلام وتشويه صوره المراه المسلمه يصب في مصلحه الغرب وفي مصلحه الشعوب الاوروبيه؟ هي الحملة صراحة ما بتصب في مصلحة الشعوب العربية، بس هقول لك شغلة عن تجربة شخصية. أغلب الأوروبيين اللي أنا بتحدث معهم وبناقشهم ما عندهم هاي النظرة اللي هن الإعلام عمال بهلأ بيروج لها. كلهم بيقولوا لي إنه سببا نحن بنعرف إنه أمريكا، إنه روسيا، أغلبهم هيك بيكونوا. يعني نسبة 80%. إذا صار في واي نسبة 80% أصدقائي، وأنتوا إذا بدكم بستدعيكم يوم على الاستوديو كمان. أستاذ شمر، ما في مجال. أستاذ شمر في دقيقة، إلى أين ترى الأمور تتجه؟ حقيقة بالوقت الحاضر إحنا لازم نكون حذرين من التطرف اليميني بالتجديد على جزئية العمل وتشويه الإسلام بهذه الصيغة الشنيعة. إحنا نرفض هذه ونعتبر الدين هو جزء من الشخصية. وهل ترى تبعات لهذا الموضوع؟ نعم فيها تبعات، وتبعات راح تصير بأسوأ مما هو عليه بالوقت الحاضر. نشكرك ونشكركم جميعا على هذا اللقاء الرائع. الأستاذ نجوى أبو زهرة، رئيسة لجنة المرأة في الجالية الفلسطينية، رئيسة لجنة المرأة في اتحاد الجاليات العربية النمساوية في فيينا، والأستاذ ضياء الشمري فنان عراقي وناشط في مجال حقوق الإنسان، والدكتورة تماضر عمر رئيسة جمعية الأسرة السورية، وأنا أحمد مراد أشكركم أيضا في نهاية هذا اللقاء. احنا نشكر طبعا حضراتكم على هذا اللقاء، وفي نهاية الأمر يعني أنا أقول للمرأة المحجبة سواء كانت يهودية أو مسيحية أو مسلمة فلتحتفظ بوقارها، فإن هذا الزي لا عيب فيه طالما ليس هناك إكراه، وكذلك الحرية متاحة للجميع. من يريد أن يرتدي الحجاب فعليه أن يلتزم، ومن لا يريد فله ذلك. أعزائي المشاهدين، في نهاية هذا اللقاء أشكركم، وعلى أمل لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.